السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع. آخر المستجدات والأخبار في ألمانيا والعالم، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكونوا متواصلين دائما مع آخر الأخبار في ألمانيا من المصادر الموثوقة دائما. نتكلم في الخبر الأول الذي تتكلم عنه الصحف والجرائد الألمانية وكافة وسائل الإعلام في ألمانيا ووسائل الإعلام في خارج ألمانيا أيضا، حول الحادثة التي وقعت يوم البارحة في قطار في شمال ألمانيا. كافة المعلومات الواردة حقيقة لحد الآن هي على الشكل التالي: في قطار متوجه من مدينة كييل إلى مدينة هامبورغ شمال ألمانيا الساعة 17:00 بعد العصر، شخص عمره 33 عاما دخل إلى هذا القطار الذي كان متوجه من كييل إلى هامبورغ، وكان بيده سكين، قام بطعن الأشخاص المتواجدين داخل القطار مما أدى إلى وفاة شخصين وجرح 7 أشخاص آخرين. بحسب المعلومات الواردة، الشخصين الذين توفيا هما طفلة تبلغ من العمر 16 عاما وشاب يبلغ من العمر 19 عاما، والجرحى 3 منهم في حالة خطرة و4 منهم في حالة مستقرة نسبيا. طبعا نتمنى الشفاء العاجل للجرحى وتعازينا الحارة لعوائل الأشخاص الذين قتلوا توفيوا، اللي هم طفلة وشاب أيضا. طفلة وشاب خسروا حياتهم، خسروا آمالهم، خسروا مستقبلهم، خسروا أحلامهم، خسروا كل شيء وذهبوا بعيدا عنا. هذا الشخص هو الجنسية كمان ذكروها، يعني بالأول قالوا بالصحف الألمانية أنه عديم الجنسية، وقالوا أيضا أنه من الجنسية الفلسطينية، عمره 33 عاما. هذا الشخص أتى إلى ألمانيا في سنة عام 2014، يعني لديه تقريبا 9 سنوات في ألمانيا. في الأول سكن في مقاطعة إنغفي فيستفالن شمال الراين، وقام بالانتقال إلى شليسفيك هولشتاين. طبعا هذا الشخص يمثل نفسه، وإذا كان فلسطيني الجنسية أو جنسية أخرى يمثل نفسه فقط، ولا يمكننا أن نعتبر جميع الفلسطينيين مسؤولين عن هذا الفعل. هو شخص لديه سوابق، حكم عليه 12 مرة، يعني 12 مرة حكم عليه من قبل الشرطة والمحاكم الألمانية، يعني أصبح معروف لدى الشرطة الألمانية. وقبل تقريبا 6 أو 7 أيام تم إطلاق سراحه من بخصوص آخر حكم عليه، وقام بفعل هذه الجريمة. طبعا ما في للتعميم مجال ابدا، هذا الشخص بيمثل نفسه ابدا، ما بيمثل اي حدا تاني في المانيا، هو شخص لديه سوابق وارتكب هذه الجريمه وسينال عقابه، ولكن الحقيقه هي حادثه صادمه ومحزنه بنفس الوقت. يعني شخص يحمل السكين ويدخل الى قطار، ولولا تدخل الاشخاص الموجودين بالقطار والرمي الحقائب على هذا الشخص مما ادى الى صعوبه الحركه لديه، لكان قد جرح أو قتل أشخاص آخرين. فشجاعة الناس الموجودين في القطار أدت إلى منع حدوث أو منع خسائر في الأرواح بعدد أكبر. يعني حادث محزن حقيقة، صادم، ولكن حمل السلاح من خلال السكين كمان هو سلاح، يعني سلاح أبيض، فلازم يكون في قوانين أكثر صرامة للأشخاص الذين يحملون السكين في الشوارع، خاصة السكاكين الطويلة. في سكاكين مثلا قانونيا بيكون مسموح انك تحملها، سكين صغيره مثلا بيستعملوها للاشياء للفواكه وللاشياء بالعمل، ولكن حمل السكاكين الطويله فلازم يكون في تدخل من الحكومه. وما هي الحادثه الوحيده التي وقعت؟ عده حوادث وقعت، واذا ما كان في تدخل او وعي او اي شيء اخر ستحدث حوادث اخرى في المستقبل، وهناك اهتمام كبير من الصحف والجرائد الالمانيه واجتماعات ومؤتمرات صحفية مباشرة حول هذه الحادثة وآخر الأخبار. إذا كان في أخبار أخرى بخصوص هذه الحادثة سننقلها لكم فور وصولها لنا. إذن هذا الشخص يمثل نفسه ولا يمثل الشعب الفلسطيني الخلوق الحبيب الذي يحب السلام. تحياتنا ومحبتنا للشعب الفلسطيني ولإخوتنا الفلسطينيين أينما وجدوا. ننتقل إلى موضوع آخر أصدقائي، يخص بطاقة 49 يورو في ألمانيا. اللي حقيقة كانت في حكي وجدل كبير حول بطاقة 49 يورو، كانت من المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ في بداية هذا العام في الأول من يناير، ولكن صار في تمديد الشهر الثالث الشهر الرابع
أول أربع، والآن يتحدثون عن الأول من شهر ماي، الشهر الخامس. على ما يبدو أنه توقعات بتشير أنه بالأول من الشهر الخامس سيكون بدأ بطاقة 49 يورو على مستوى ألمانيا اللي هي دويتشلاند تيكت. طيب شو هي الأسباب؟ أنا نحن نعرف أن الأسباب التمويلية بين الحكومة والمقاطعات الألمانية وشركات النقل تم حلها جميعا، ولكن هناك يعني عوائق أخرى على ما يبدو لم تذكر في وسائل الإعلام وفي الصحافة والجرائد الألمانية، تظهر الآن على الصحف والجرائد الألمانية. على ما يبدو أن هذا المقترح أو بطاقة 49 يورو بحاجة إلى موافقة برلمانات الولايات الألمانية أو موافقة الحكومة الألمانية مرة أخرى، وأيضا بحاجة إلى موافقة الاتحاد الأوروبي، لأن الحكومة ستقوم بتمويل شركات النقل. يعني ممكن الحكومة يعني هذا المشروع يعني الحكومة راح تقوم بتمويل شركات النقل، يعني الحكومة راح تخسر مصاري من جيبها. فعلى ما يبدو أن هن بحاجة إلى موافقة الاتحاد الأوروبي أيضا مشان ما يكون هناك في منافسة، مثلا ألمانيا طرحت هذه البطاقة الرخيصة، دول أوروبية أخرى ما عندها هذه البطاقة، ممكن يكون في منافسة، ممكن يكون في حساسية. فهن بحاجة إلى موافقة الاتحاد الأوروبي أيضا بخصوص بطاقة 49 يورو اللي هي تأخرت حقيقة بشكل كبير كتير. ممكن عدد كبير من الناس يستفيدوا من هذه البطاقة بسبب ارتفاع أسعار البنزين والديزل في ألمانيا وفي العالم. ممكن الأشخاص يشتروا هذه البطاقة بشكل شهري 49 يورو، بيروحوا ويجوا على عملهم، ويعني يكون في توفير لبعض المال. إذا نتمنى أنه تدخل بطاقة 49 يورو حيز التنفيذ ويستفاد يعني جميع الناس، ما راح يستفادوا، في ناس داخل ضعيف، في ناس داخل متوسط، فمن الصعب يستفادوا، ولكن اللي عم يروح ويجي للعمل بشكل يومي راح يستفادوا من بطاقة 49 يورو. ننتقل إلى موضوع آخر يخص عمال البريد الدويتشا بوست في ألمانيا. بعد ما كان هناك في إضراب يوم الخميس الماضي 4-5 ساعات، ويوم الجمعة يوم كامل، هذا اليوم سيكون هناك أيضا إضراب من عمال البريد الدويتشا بوست يوم كامل بحسب ما أعلن عنه نقابة العمال. مطالب عمال البريد في ألمانيا يطلبون من دويتشا بوست يكون في زيادة برواتبهم، يعني تحسين ظروف العمل، ولكن لحد الآن شركة دويتشا بوست لم ترد على هذه المطالب، وعلى ما يبدو يعني الاتفاق بعيد نوعا ما. في الشهر القادم أيضا سيكون هناك إضراب بحسب نقابة العمال اللي هي مسؤولة عن عمال دويتشا بوست، إذا ما كان في اتفاق أو نتائج إيجابية تحسين ظروف العمل، زيادة الرواتب للعمال، فممكن يكون في إضراب في الشهر القادم. إذا الناس لن يتواصلوا مع طرودهم ورسائلهم والأوراق المرسلة إليهم هذا اليوم بسبب إضراب عمال دويتشا بوست شركة البريد الألمانية عن العمل. ننتقل إلى موضوع آخر حقيقة يتكلم عن الفقر في ألمانيا، الفقر الذي يهدد الأطفال والمراهقين في ألمانيا، وأيضا الذين يبلغون أعمارهم فوق 18 سنة. أظهرت دراسة أنه في عام 2021 بلغ ما يقرب من 2.9 مليون طفل ومراهق، بالإضافة إلى 1.55 مليون شخص أعمارهم بين 18 عام و25 عام. لأول مرة منذ 5 سنوات ارتفع عدد الأشخاص دون سن 18 عام يعيشون في أسر معيشية لديها تأمين أساسي. وأضافت المؤسسة أن الأزمات الحالية والزيادات بالأسعار قد تفاقمت مرة أخرى، ويعتبر الأطفال فقراء إذا كان آباؤهم يحصلون على 60% من متوسط الدخل، أي يحصلون على استحقاقات أقل تقريبا ب 2460 يورو شهريا. شو بنستفيد من هذا الكلام؟ الفقر حسب مقال نشرته تاغس شو، جريدة تاغس شو تكلمت عن هذا الموضوع، التي قالت أنه مجموعة كبيرة، نسبة كبيرة من الأطفال والمراهقين يعانون أو من الفقر، مهددين بالفقر. السبب أنه إذا كان الأب لم يحصل على 2460 يورو شهريا، فبيعتبروا قانونيا أنه هذا الشخص، هذا الطفل أو هذا المراهق أو هذا الشخص البالغ اللي عمره 18 19 20 21 24 23 24 25 25 سنة، بيعتبره مهدد بالفقر، لأنه الأب لم يحصل على 1460 يورو على الأقل شهريا، اللي هو متوسط الدخل 60% من متوسط الدخل في ألمانيا. فنسبة كبيرة من الناس أو المراهقين أو الأطفال يعانون من الفقر في ألمانيا حسب هذا التقرير، بسبب زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة
والأزمات الحالية اللي تدربت المنطقة، والجائحة والحروب حاليا اللي عم تصير، والزيادة الكبيرة بالأسعار اللي كانت أضعاف وأضعاف وأضعاف وما عم تتوقف، يعني في زيادة ما عم تتوقف هذه الزيادة، فأثرت بشكل أو بآخر على جميع الناس في ألمانيا وخاصة فئة الشباب. أصدقائي هيك بنكون وصلنا لنهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، أتمنى المعلومات اللي ذكرناها تكون مفيدة للجميع، نلقاكم في فيديو آخر، متمنين لكم الصحة والسعادة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.